نكمل المادة متاع متاع مبادئ الحاسوب. وصلنا في الشبكات والإنترنت، تكلمنا عن الجزء المادي، تكلمنا عن الجزء المعنوي أو المكونات المعنوية، والمحاضرة هذه حنتكلم فيها عن الشبكات. الشبكات والإنترنت هي عبارة عن وعاء لتبادل المعلومات. المعلومات اللي هي من أهم مقومات الحياة ومن أبرز الركائز اللي بيعتمد عليها التقدم العلمي والتقدم الحضاري اللي إحنا عايشين فيه. أي مجال من مجالات الحياة هو في النهاية مجال لتبادل المعلومات. يعني أنت كطالب موجود في الجامعة متاعك عشان تتبادل معلومات ما بينك وما بين الأستاذ. الأستاذ هذا عنده مجموعة من الأساتذة بيتبادل المعلومات ما بينه وبينهم. الجامعة هذه بتتصل مع جامعة تانية عشان تتبادل المعلومات ما بينها وما بينهم. فكل التطور الحضاري اللي احنا عايشين فيه بناء مرتكزين على المعلومات اللي بيتم تبادلها ما بين كل المكونات متاع المجتمعات اللي احنا عايشين فيها. ايش هي الشبكة؟ تعريف الشبكة، ايش هي الشبكة؟ ابسط تعريف فيها انها عبارة عن جهازين او اكثر من اجهزة الحواسيب او الاجهزة المحوسبة اذا كان بامكانك توصلهم سواء كان سلكيا او لا سلكيا، اصبح بينهم اتصال، هنا انت كونت شبكة. يعني ابسط شبكة ممكن تديرها الجهاز متاعك، الحاسوب متاعك، توصل فيه الهاتف متاعك. لو انت حطيت السلك متاع التوصيل في الهاتف وبعدين حطيت اليو اس بي في الجهاز في اللابتوب متاعك، انت هنا كونت شبكة. فهنا اي جهازين، يعني اقل عدد هو جهازين، ممكن يكون اثنين لابتوب، لابتوب وكيس، لابتوب وتليفون. هنا اي جهازين او اكثر اتصلوا ببعض بغرض ان في ملفات حتنتقل ما بين جهاز الى اخر، او في اتصال حيتم ينقل معلومات من جهاز الى اخر، او ان جهازي بيستخدم ميزة موجودة في الجهاز الثاني، هنا اصبح في عنا شبكة. الصورة هذه بتوضح لي شكل الشبكة. هنا صورة، في عندي هنا جهاز حاسوب مركزي وفي مجموعة من الأجهزة المتصلة فيه. هذا نوع من أنواع الشبكات. الشبكة من إيش بتتكون؟ الشبكة العادية، طبعا متكلمش عن الإنترنت، بنتكلم عن الشبكات العادية. من إيش بتتكون؟ قالي أول شيء بتتكون من الشبكة اللي هو السيرفر أو الخادم أو الحاسوب الرئيسي، اللي هو الجهاز اللي بتتركز فيه الموارد اللي احنا بهدف مشاركتها داخل الشبكة. وفي نفس الوقت الجهاز هذا هو حيتحكم في كل الأجهزة الموجودة في الشبكة. الجهاز هذا لازم يكون، إذا كان هو حيتحكم في الموارد، هنا لازم يكون عنده سرعة عالية أكثر من الأجهزة الثانية الموصولة معها، عنده حيز تخزين الذاكرة متاعها كبيرة، في نفس الوقت الهارد ديسك الموجود فيه بيكون كبير، أو عنده وسائط تخزين خارجية تانية بحيث بإمكانها تخزن البيانات اللي حيتم مشاركتها في الشبكة، ونخزن البرمجيات اللي الأجهزة التانية ممكن حابة تشاركها معنا. الجهاز هذا بيستخدم أنظمة تشغيل خاصة به. يعني في أنظمة تشغيل زي مثلا ويندوز عشر بإمكانه يدير شبكة يعني في مؤسسة متوسطة أو صغيرة، فهذا يعتبر نظام تشغيل. في أنظمة تشغيل عادية بتشغلها بتدير الشبكات، في أنظمة تشغيل مصممة بس زي اللينوكس واليونكس مصممة لإدارة الشبكات. فهنا لازم يكون النظام التشغيل الأوبريتنج سيستم الموجود على السيرفر هذا نظام تشغيل مجهز لإدارة الشبكات، عنده القدرة على إدارة الشبكات.
تاني شيء مفروض يكون في الشبكة اللي هو محطات العمل، الأجهزة التانية اللي حتشتغل داخل الشبكة، وهي في العادة بتكون عبارة عن حواسيب. حواسيب قدرتها التخزينية وقدرتها التشغيلية بتكون أبطأ وأقل شوية من الحاسوب السيرفر. حواسيب عادية مش محتاجة، الحواسيب هذه مش محتاجة يكون فيها مزايا، لأن هي في النهاية حتشتغل على قدرات الحاسوب المركزي. في بعض الشبكات بتكون الوحدات الطرفية عبارة عن شاشة ووحدة إدخال بس، يعني ما بيكونش فيها أصلا وحدة معالجة نهائي، لأن هي حتشتغل على قدرات الحاسوب المركزي. ثالث حاجة محتاجين الكوابل الكوميونيكيشن لاينز، خطوط الاتصال اللي حتوصل الحواسيب ببعضها وتوصل الحواسيب بالسيرفر. عشان نوصل المحطة هذه الطرفية هذه بالسيرفر هذا محتاجين كيبل، محتاجين خيط، محتاجين سلك. السلك هذا لازم يكون في نهايته في موصل، الموصل هذا بيختلف من نوع أسلاك إلى نوع آخر، كل نوع من أنواع الأسلاك له موصل خاص به. طبعا هذه الخطوط الخيوط هذه والأسلاك والكيبلز بالشبكات السلكية. الشبكات اللاسلكية بتشتغل عن طريق الموجات اللي بتبثها الأجهزة الخاصة بها. هنا محتاجين في الشبكة إلى حاجة اسمها كرت الشبكة، عشان الجهاز متاعك يكون عنده قدرة يتخاطب مع الحاسوب المركزي اللي بيدير الشبكة. لازم تحط فيه كرت في شق من شقوق التوسعة اللي تكلمنا عليها لما كنا نتكلم عن الجزء المادي. الكرت هذا بينحط على اللوحة الأم، بيتثبت على اللوحة الأم، والجزء هذا بيطلع من فتحة من فتحات التوسعة. بحيث لو انتبهنا للكارت هذا، في عندي هنا الفتحة هذه بيخش فيها السلك اللي شفناه في الصورة اللي مبدئي. هنا بيخش السلك عن طريقة بتوصل البيانات إلى كارت الشبكة. وكارت الشبكة مهمته ان بياخد الرسالة اللي انت تبي تبعتها للجهاز الاخر، وبيقوم بترجمتها وبتقسيمها ووضعها في حزم وتعليب الحزم هذه وعنوانتها، وبعدين الاشراف على ارسالها الى الجهاز حسب العنوان اللي انت بعته باستخدام البروتوكولات والقوانين متاع الشبكات. في الشبكة ضروري من الجهاز اللي هو بيتحكم بالشبكة، واللي هو زي مثلا النجمة أو الجسر أو البوابة أو الهب الموزع أو الراوتر الموجه. هذه أجهزة بيسموها محولات الشبكة، اللي هي الكوميونيكيشن سويتشز، اللي هي عبارة عن مفاتيح بتفتح ما بين الجهاز والجهاز الآخر. لما تكون الشبكة موجودة في مكان في مساحة محددة، ممكن ما نحتاجش لجسر ولا بوابة ولا موجه. ممكن نحتاج إذا كانت الشبكة من نوع بعدين حنعرف اللي هو بير تو بير، ممكن نحتاج إلى هب بس اللي هو يوصل. لكن كل ما الشبكة هذه كبرت، كل ما أصبح إحنا محتاجين إلى الأجهزة هذه، لأن هذه أجهزة بتقوي الإشارة وبتحافظ على سلامة الرسائل اللي بتنتقل من جهاز إلى آخر. في عندي الأجهزة الملحقة اللي هي عبارة بتعتبر موارد من موارد الشبكة، زي مثلا عندك طابع، والطابع هذه تبي كل الأجهزة تتشارك فيها، او عندك سكانر وتبي كل الاجهزة تتشارك فيه. هنا هذه عبارة عن موارد بتكون ملحقة بالشبكات عشان تزيد كفاءة استخدام الشبكة. يعني ما ينفعش انا نكون ده مكتب شبكة وحاطط لكل واحد من المستخدمين طابعة خاصة بي او سكانر خاص بي. طالما في شبكة معناها في تشارك للموارد متاع الشبكة. فهنا الشبكات ممكن يكون في جهاز عبارة عن خادم للاتصالات ومشرف، وجهاز تاني عبارة عن خادم للطابعة. هنا بتتوزع العمليات داخل الشبكة.
ايش بنستفيد من الشبكات؟ ايش الفايدة اللي ممكن نتحصل عليها لما انا ندير في المؤسسة متاعي او في المكتب متاعي شبكة؟ اول فايدة اللي هي تبادل المعلومات، يصبح بامكان الاجهزة، لو شفنا في الصورة هذه الاجهزة الموصولة بالشبكة، بامكان كل مستخدم من المستخدمين هذين يتبادل المعلومات مع اي جهاز موجود داخل الشبكة. إذن هنا أصبح في إمكانية لتبادل المعلومات والملفات بسهولة وبسرعة. إذا كان في مدير بإمكانه يوزع أي قرار أو أي رسالة أو أي تنبيه أو أي تحديث صار عنده، في نفس الوقت يوصل لكل الموظفين الموجودين في المؤسسة متاعه، مش مضطر إنه يبعث حد بالبريد الواحد واحد وهذا وصله وهذا ما وصلش وهذا شاف وهذا ما شافش. في نفس اللحظة كل الموظفين حتوصلهم الرسالة أو حيوصلهم التعميم أو حيوصلهم التنبيه اللي دار المدير. تاني فائدة، المشاركة في استخدام موارد الشبكة. يعني لو جينا هنا مثلا، أنا في عندي جهاز وجهاز 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 وفي عندي طابعة. الطابعة هذه أي حد من الأجهزة هذه بإمكانه يدز ملف ويطبعها فيه. هنا كلهم الخمس أجهزة هذه تشاركت الطابعة بدون ما حد ياخد إذن حد، ولا حد يقول لحد تسمح لي ولا ما تسمح ليش. هي الطابعة موصولة بجهاز يعتبر الخادم متاعها وبتتم جدولة المهام. يعني انت حدز الملف متاعك للطباعة وزميلك كان قاعد يطبع فعليا، الطابعة حتستنى لما تنهي من الملف اللي قاعد ينطبع فيها وبعدين تسحب لك الملف متاعك عادي. فهنا المؤسسة مش محتاجة تحط لكل واحد طابعة، زي ما قلنا مش محتاجة تحط لكل واحد سكانر. الفائدة الثالثة اللي هي التشارك في البرمجيات. يعني المؤسسة هذه مش مضطرة تحط البرمجيات متاعها على كل جهاز من الأجهزة متاع الموظفين. هنا بيكون في جهاز هو الخادم، بنحط فيه أحدث البرامج بتراخيص استخدامها كشبكة. لو صار أي تعديل، صار أي اللي بيتعدل هو الخادم هذا. يعني مش مضطرة المؤسسة تبرم على كل الأجهزة متاع الموظفين عشان تدير الأبديت أو تدير التعديل في الأجهزة هذه كلها، لا، هي بس مسؤولة عن تعديل الخادم. زي برامج الفيروسات، البرامج هذه حتنحط في الخادم وهو اللي حيشرف على تأمين كل الأجهزة. فعن البرمجيات طبعا، خاصة البرمجيات الشرعية اللي مدفوع حقها، هذه غالية ما نقدرش أنا نجيبها لكل جهاز، ولكن في نسخ منها معمولة للشبكات بسعر خاص. الكم جهاز تشتغل بتنحط في الخادم هذا، والخادم هو اللي من خلاله حيدخل الموظفين ويشتغلوا على البرمجية. الفائدة الرابعة متاعها انها بتعطي مركزية في الادارة. يعني كل الاجهزة هذه اللي باينين في الصورة في خادم هو اللي بيتحكم فيهم. هنا لو المدير من خلال البرامج الموجودة في الخادم هذه بيعرف كل جهاز من الاجهزة هذه امتى الموظف اشتغل ولا ما اشتغلش، بامكانه يدخل على اي جهاز ويشوف هل المهام اللي تم توزيعها أديت ولا لا. حتنعطى صلاحيات للموظفين هنا حسب رؤية الإدارة، من يخش، من يعدل، من يحذف، من يلغي. كل واحد اللي ملش حق في شيء مش حيقدر يخش فيه. فهنا الإدارة بتتحكم في طبيعة عمل الموظفين وفي صلاحيات اللي بتسمح لهم. يعني ما حدش يقدر يخش مساحة مش مسموح لا بها. فهنا بتعطي مركزية للإدارة، الإدارة بتتحكم في كل شيء داخل العمل امتاعها، باعتبار ان الخادم امتاع الشبكة تحت اشراف الإدارة، والمحطات هذه اللي بتشتغل على الخادم كلها هي عندها القدرة تعرف ايش بتعمل داخل البرامج امتاعها. الميزة الخامسة اللي هي ان الأجهزة هذه
بإمكانها تتواصل مع بعضها وتتصل مع بعضها حتى لو كانت أنظمة التشغيل اللي فيها مش نفسها. يعني أنت على سبيل المثال عندك جهاز جالكسي وصاحبك عنده آيفون، هنا في نظامين تشغيل مختلفين، ولكن أنت لأنك داخل على الشبكة وهو داخل على الشبكة بإمكانك تدزله أي رسالة، تدزله رسالة على الواتس، تدزله رسالة على الماسنجر، تدزله صورة، تدزله ملف. هنا الجهاز الثاني بيستقبل الرسالة هذه وبيفهمها وبتوصلها زي ما انت بعتها بالضبط، يعني مش حيصير فيها اي تحوير او اي حذف او اي تغيير في الرسالة. هنا الشبكة، التجهيزات والبرامج وأنظمة التشغيل اللي بتدير الشبكات بتسمح للأجهزة هذه بأنها تتخاطب مع بعضها وتتواصل مع بعضها بدون ما يصير تحوير في أي رسالة من الرسائل، مع أنها أنواعها مختلفة وأنظمة التشغيل اللي بتديرها مختلفة. الميزة اللي بعدها اللي هي بتعطي أمن وحماية للمعلومات. هنا هذا السيرفر متاعنا محمي من الأجهزة اللي موصولة به، لأن الدخول حيكون بأذون، مش أي حد يقدر يخش أو يطلع. البيانات، قاعة البيانات متاعي، كم البيانات والمعلومات المهم مخزن على الجهاز هذا، على السيرفر، مش مخزن على جهاز المستخدم نفسه، يعني له موجود هنا ولا موجود هنا، هو موجود هنا تحت شروط حماية صارمة عملها مدير الشبكة. فهنا بدل ما تكون المعلومات متاعنا موزعة على أجهزة مختلفة بحيث يقدر أي شخص يدخل للجهاز الطرفي هذا ويغير فيها، هي لا، هي مخزنة، بياناتنا ومعلوماتنا المهمة مخزنة على السيرفر تحت شروط حماية قوية جدا، ومش مسموح لأي حد يخش عليها إلا بأذون أو تصريحات من مدير الشبكة. هل عندي تأمين الاتصال السهل؟ يعني أي جهاز في الشبكة بإمكانه يتصل بأي جهاز تاني، ما عندهاش مشكلة. أنت على الجهاز متاعك وتبي تخش محادثة مع زميلك اللي هنا، بإمكانك في برامج محادثة داخل الشبكة بإمكانك تخش عليها. أنت وزميلك اللي هنا بتشتغلوا على نفس المشروع وتبي تدزل الآخر نسخة من شغلك عشان يشيك عليها ويقول لك الشغل هذا تمام ولا مش تمام وتشاركه في الشغل متاعك، بإمكانك تدز ملفك منها إلى هنا. فهنا بيأمن لك سهولة في الاتصال. أنواع الشبكات، الشبكات لما نيجي نقول إيش هي أنواع الشبكات، هذا بيرجع لي أنت تبيها حسب أي تصنيف، كل تصنيف وفي تحتي أنواع خاصة بي، يعني بإمكانك تصنفها حسب التوزيع الجغرافي اللي هي المساحة الجغرافية اللي بتغطيها الشبكة. هل هي داخل مكتب أو داخل مبنى أو على مستوى مدينة أو على مستوى بلاد كبيرة أو في العالم، هذا بيحدد نوع الشبكة. هنا عندنا تصنيف حسب علاقة الأنظمة ببعضها، هل الأنظمة كلها بتعطي بعضها ولا واحد بيعطي واحد، لا، هذا بيحدد نوع الشبكة. أنا عندي تصنيف بناء على وسيلة الاتصال، هل الشبكة متاعك بتتصل سلكي ولا لاسلكي، أنا بحدد نوع الشبكة. هنا عندي تصنيف بناء على طرق التوصيل، أنت كيف موصلها، إيش الجهاز اللي أنت استخدمته في بناء الشبكة وفي توصيل الأجهزة ببعضها، هذا بيفرق وبيحدد لك نوع الشبكة. هنبدأ بالتوزيع الجغرافي. هنا لو كانت الشبكة موجودة على مستوى مكتب أو مبنى واحد، يعني أنا عندي هنا خادم وفي عندي مجموعة من الأجهزة موصولة بالخادم هذا بالسيرفر هذا داخل مبنى واحد أو داخل شبكة واحد، هنا الشبكة هذه تعتبر شبكة محلية، Local Area Networks، وهنا بيختصروها بلان، هذه شبكة لان. شبكة لان هي عبارة عن مجموعة من الحواسيب مربوطة ببعضها داخل مكتب واحد أو على الأكثر الحدود داخل نفس المبنى. هنا الشبكة هذه ممكن تبدأ من جهازين
توصل ممكن حسب المبنى هذا مئات الأجهزة، ولكن لازم تكون الأجهزة هذه قريبة من بعضها، ما تكونش في مسافات متباعدة، يكون التوصيلات اللي واصلة الجهاز بجهاز مش طويلة جدا. فهنا احنا بنكون موجودين داخل شبكة لان. الشبكة هذه بإمكان يتبادلوا من خلالها البرامج والملفات ومشاركة الموارد، شبكة أوكي والرسمات، ولكن شبكة محلية داخل حدود المبنى الواحد، يعني ما بتزيدش عن ممكن داخل جامعة مثلا. الجامعة فيها أكثر من مبنى ولكن هي مساحة جغرافية محدودة. هنا هذه تعتبر شبكة لان. النوع الثاني اللي هو لو افترضنا ان شبكة لان هذه مثلا جامعة كلية العلوم في جامعة جدابية عندها شبكة داخلية، كلية الآداب عندها شبكة داخلية، هذه شبكة محلية وهذه شبكة محلية، كلية الهندسة عندها شبكة محلية، جامعة الفرات عندها شبكة محلية، وحبوا يعملوا شبكة للجامعات على مستوى إجدابية. هنا على مستوى مدينة واحدة، الشبكة على مستوى مدينة واحدة، البعد ما بين المراكز الشبكات ما بين 20 كيلو لمية كيلو، أكثر من هيك بنكون طلعنا والشبكة مش حتشتغل. ففي الإطار هذا، في المساحة الجغرافية هذه، الشبكة هذه تعتبر شبكة مدني، شبكة مناطقية أو شبكة مدنية، اللي هي متروبوليتان اريا نتوركس، وبيختصروها مان. هذه شبكة مان. هذه الشبكة كانت فعالة قبل ما ينتشر استخدام الإنترنت، يعني حالياً مش موجودة بالشكل متاعها، كانت موجودة والشركات المؤسسات العلمية بتستخدمها عشان تتبادل الملفات من خلالها داخل المناطق الجغرافية داخل المدن، لكن حاليا هي ضعف استخدامها. لو جينا هنا في الصورة، في عندي هذه شبكة لوكال، هذه لان، هذه لان، هذه لان، موصولين مع بعضهم في السيرفر الرئيسي متاع المان. كل واحدة فيهم ليها سيرفر خاص بيها، والسيرفرات هذه متصلين بالمان. هنا لوكال ولوكال ولوكال شكلوا مان مع بعض. النوع الثالث اللي هو كلنا داخلين فيه، اللي هو الشبكة الموسعة. الشبكة الموسعة اللي هي عبارة، لو جينا للصورة هذه، شبكات لان لما تجتمع مع بعضها داخل نطاق مدينة أو مساحة جغرافية محدودة بتشكل مان، اللي هي الشبكة المدنية، الشبكة المناطقية. الشبكات المدنية أو الشبكات المناطقية هذه مع بعضها بتشكل شبكة واسعة، شبكة اللي هي وايد اريا نتورك، واللي أكبر مثال ليها اللي هو شبكة الإنترنت. شبكة الإنترنت من نوع وان، ليش؟ لأن رابط المدن كلها ببعضها. يعني احنا في جدابية هنا احنا كلنا متصلين في الراوترات متاع جدابية، احنا بنشكل مان، ولكن جدابية وبنغازي وهنا بتشكل الشبكة الواسعة متاع ليبيا اللي هي بتتصل في LTT، هذه شبكة وان. LTT مع البلاد الثانية بتشكل شبكة وان الواسعة جدا اللي هي على مستوى العالم. التصنيف الثاني اللي هو بناء على علاقة الأنظمة ببعضها. هذا أول نوع منه اللي هو بير تو بير أو الند للند. لو جينا للصورة هذه، كل جهاز من الأجهزة هذه، لو خد الجهاز هذا مثلا، بإمكانه يصل لكل الحواسيب في الشبكة. بيصل للحاسوب هذا، من خلاله بيصل الحاسوب هذا للحاسوب هذا، بيصل للحاسوب هذا، بيصل للحاسوب هذا، بيصل للحاسوب هذا، بيصل للحاسوب هذا. فالجهاز هذا من حقه يتواصل مع كل الأجهزة في الشبكة. مش بس الجهاز هذا، أي جهاز، الجهاز هذا بيتواصل مع الجهاز هذا، مع الجهاز هذا، ممكن ما يدز رسالة للجهاز هذا، يدز للرسالة. فهنا كل جهاز هو مربوط بكل الأجهزة، بحيث لو افترضنا الجهاز هذا مثلا موصول بطابعة، بإمكان أي جهاز من الأجهزة الثانية
تستخدم الطابعة متاعه ويكون هو خادم الطابعة. لو افترضنا الجهاز هذا موصول بسكانر، بإمكان كل الأجهزة الموجودة في الشبكة تستخدم السكانر من خلاله، هو اللي بيعطي الأذونات ليها ويكون هو خادم السكانر. لو افترضنا الجهاز هذا مخزن عليه قاعدة بيانات، الأجهزة الثانية بإمكانها تتواصل معاه وتستخدم قاعدة البيانات وبيكون هو خادم قاعدة البيانات. إذن كل جهاز في الشبكة هذه بإمكانه يكون خادم وبإمكانه يكون عميل، يعني هو عنده خدمة بيوزعها للأجهزة الثانية ومتحكم فيها، وفي نفس الوقت هو بيستخدم خدمات من الأجهزة الثانية وبيكون عميل عندها. هذه جات الند للند، يعني ما حدش أحسن من حد، أنت عندك وأنا عندي، أنت تعطيني وأنا نعطيك. فمن هنا جت التسمية متاع بير تو بير أو الند للند. النوع الثاني اللي هو الكلاينت سيرفر أو الخادم والعميل أو المخدم والعميل، هذه الشبكة مركزية. الشبكة هذه بيكون فيها جهاز اللي تكلمنا من بدري عنه، اللي هو بيكون فيه قدرات أفضل من الأجهزة الثانية، أسرع منها، عند حيز تخزين أكبر، هو اللي متحكم في كل موارد الشبكة. يعني أي مورد من موارد الشبكة حابين إحنا نشاركه هيكون موجود على الخادم هذا، على الجهاز هذا، وهو اللي بيعطي الأذونات للأجهزة الثانية. هنا لو الجهاز هذا حب يتواصل مع الجهاز هذا، الرسالة هتمشي للسيرفر وهو اللي بيعيد توجيهها. لو هذا يبي يرد هتمشي للسيرفر وهو اللي بيعيد توجيهها، لأن هو اللي متحكم بكل الخدمات. فهنا هو الخادم أو المخدم أو هو صاحب الخدمة بمعنى آخر، هو المسيطر على المواد، والأجهزة الثانية كلهم عملاء عنده. التصنيف الثالث اللي هو بناء على وسيلة الاتصال. هنا شبكة موجودة في مكتب، موجودة في مؤسسة، في عندي هنا جهاز الربط اللي هو الهب، والأجهزة كلها، هنا جهاز الهب جهاز الربط، والأجهزة كلها موصولة بالجهاز هذا بطريقة سلكية. لازم يكون في كيبل موصول بالجهاز عشان الجهاز، لو فصلنا الكيبل هذا طلعناه، الجهاز هذا طلع من الشبكة، أصبح خارج الشبكة، ما يقدرش يتواصل مع الأجهزة هذه. فهذه طريقة سلكية في التواصل. النوع الثاني اللي هو الشبكات اللاسلكية، زي شبكات اللي بنتواصل عليها عن طريق الواي فاي والماي فاي والدي اس ال، البت متاعها. هذه الطرق عبارة عن في عندي جهاز، في راوتر اللي هو فيه الخدمة متاعنا، والجهاز هذا الراوتر بيبت موجات لاسلكية. الموجات هذه لازم الأجهزة هذه يكون أول حاجة عندها جهاز استقبال الموجات اللاسلكية. تاني شيء، حتى لو وصلتها الموجة لازم يكون عندها إذن استخدام الخدمة، اللي هي الباسورد متاع الجهاز هذا اللي انت بتحطه في الجهاز متاعك، سواء كان حاسوب ولا كان تليفون، لازم تحط انت الباسورد، كلمة المرور اللي هي بتعطيك إذن في استخدام الخدمة متاع الاتصال هذا. حتى لو انت مثلا تبتدز بلوتوث من جهاز الجهاز، هنا انت شكلت شبكة لاسلكية، وموجات البلوتوث هذه اللي الارسال متاع البلوتوث هي عبارة عن موجات لاسلكية بتنقل الملفات، فهنا ولازم الجهاز الثاني يوافق على عشان نربط الشبكة ببعضها. التصنيف الرابع اللي هو التوبولوجي، اللي هو الطبوغرافيا متاع توزيع الأجهزة ده على الأرض نفسها. انت الشبكة متاعك كيف موزع الأجهزة، كيف ربطها. أول نوع اللي هو الأجهزة الخطية. الأجهزة الخطية اللي هو بيكون فيه كيبل، بسموها الأسلاك المحورية هذه، والأسلاك المحورية هذه بيكون فيها رابط لكل جهاز، بحيث السلك هذا بيخش على كارت الشبكة اللي تكلمنا عليه امبدل، سواء كانت بير تو بير أو كانت خادم وعميل. يعني هنا بيتم التوصيل عن طريق السلك المحوري، وكل جهاز بياخد تفريع من السلك المحوري هذا، الكيبل اللي متفرع من السلك المحوري بيخش على
على كرت الشبكة الموجود في الجهاز عشان يتم الاتصال. هنا لازم يكون في وصلة تسكر الكيبل من هنا وتسكر الكيبل من هنا عشان الرسالة لما تمشي وتوصل هنا، لو كان الكيبل هذا مش مسكر بينحط فيه وصلة معينة تسكره، بحيث لو ما كانش مسكر الرسالة حتضيع، لما توصل هنا الوصلة مسكرة حترد الرسالة ومش حتضيع من الشبكة. النوع الثاني اللي هو النوع الحلقي أو النوع التوكن رينج. التوكن رينج هنا بيكون في وصلة من جوا بتتربط فيها كل الأجهزة هذه على شكل دائرة أو على شكل حلقة. الجهاز اللي هنا بتكون طبعا مربوط فيه السيرفر، السيرفر اللي هنا بيعطي إشارة بيسموها رينج. الرينج هذه بتتوزع على الأجهزة، بحيث لو افترضنا الجهاز هذا عنده رسالة ويبي يرسلها، ما يقدرش يرسل الرسالة هذه إلا إذا كان جاته الرينج. لما تجي الرينج بإمكانه يرسل الرسالة. الأجهزة الثانية اللي ما وصلتهاش الرينج بتعرف إنه في رسالة في الخط فبتنتظر. لو افترضنا الجهاز هذا ما عندهش رسالة، الرينج حتفوت وتمشي للجهاز هذا عنده رسالة، هو اللي حيدز الرسالة ومش الأجهزة الثانية، حتفضل في الانتظار. لو الرينج هذه ضاعت لأي سبب معين، السيرفر حيستنى فترة زمنية معينة وبعدين يقوم بإرسال رينج تانية للأجهزة عشان يقول لها أي حد فيك مواتي يدز الرسالة متاعها، بس هو اللي حيكون متحكم بالرسائل هذه. النوع الثالث اللي هو الشبكة النجمية، اللي هو بيكون فيه هب، كل الأجهزة موصولة بالهب هذا، كل واحد بينحط السلك متاعه في فتحة، الفتحة هذه لها رقم حيكون تم إذا كان في سيرفر أو الأجهزة الثانية المربوطة بالشبكة هتعرف إن في جهاز اتوصل في العنوان هذا، وحيكون هذا اللي حيتخاطب منه الجهاز.